فدخلنا عليه نساء المهاجرين والأنصار، قلنا لها كيف أصبحت، هذه قبل يوم كما قلت لكم الآن، كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت رسول الله؟ الآن لاحظوا الإنسان المريض يتحدث عن بدنه، تسأل واحد أنت تشتكي وجع في عينك، الله يحفظ الجميع، في قلبك، في ظهرك، في أي شيء، يتحدث الإنسان يقول أنا عندي آلام في ظهري، عندي آلام في قلبي، عندي آلام، ما يخرج عن حدود بدنه. الزهراء روحي فداها ضلعها مكسور، أسقط جنينها، هي فتاة عمرها 18 سنة. شوف هذه حرارة الشباب أيضا لها أثر، مع أنها كتمت هذا الأمر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن لاحظ المسألة وين تكون، كتمت هذا الأمر. الزهراء كانت ترعى عليا أمير المؤمنين رعاية عجيبة، وتعلم أن موقف أمير المؤمنين ما يحتمل أن يعرف ما يجري على الزهراء بالدقة، وهو العالم بكل شيء، بس هذا من أسرار فاطمة سلام الله عليها. هي أخبرت ولدها الحسن، الإمام الحسن، بقت هذه في قلبه لما رجعت الزهراء سلام الله عليها من المسجد، ومرت الإشارة إلى ذلك، رجعت من المسجد واستقبلها فلان وفلان، هو الإمام الحسن بعد مرور سنوات طويلة يقول للمغيرة ابن شعبة في مجلس معاوية في الشام، يقول يا مغيرة أنت الذي ضربت فاطمة بنت محمد حتى أدميتها. هاي كلمة الإمام الحسن أقولها لكم، أنا ما حاكيها إلا قليل، أنت الذي ضربت فاطمة بنت محمد حتى أدميتها، مع المغيرة سبعة كان وهو الثامن، هؤلاء في الطريق كلهم ضربوا الزهراء. الآن واحد ما يذكر هذا الأمر يغير من الواقع شيء؟ لا. فالإمام الحسن يقول رأيت أمي فاطمة وقعت على الأرض، فلما قامت أوصتني ولدي حسن بحقي عليك، ما دمت أنا على قيد الحياة لا تخبر أباك علي بهذا. شوف المسائل كيف. الآن هذه علة أيضا في بدنها. فدخل عليها نساء المهاجرين والأنصار، كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت رسول الله؟ ما الذي قالت؟ ما قالت المغيرة ضربني وفلان وفلان وفلان، قالت أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشوف البلاغة والفصاحة، وسبرتهم بعد أن شنأتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وخطل الآراء وزلل الأهواء، وقرع الصفات وصدع القناة، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. اللي تعنيهم الزهراء، خلص